النهارده شفنا افتتاح كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، واول مباراه شغاله دلوقتي بين كوت ديفوار وغينيا بيساو. وهنتابع مع حضراتكم نتيجه الشوط الاول، خلص بالتاكيد بنتيجه 1-0 لكوت ديفوار. زي ما احنا شايفين قصاد حضراتكم اجواء احتفاليه واجواء لأول مرة تقريبا بنشوفها من فترة كبيرة جدا، ان تكون في دولة إفريقية بتنظم كأس الأمم الإفريقية وتعمل افتتاح او اوبننج للبطولة بمستوى عالي زي ده، بعد ما شفنا مصر في 2019 عملت حاجة مبهرة. وخليني اقول انه صعبناها على كل اللي جاي بعد كده انه يطلع بطولة بالشكل ده، وان كان ما كانتش البطولة اصلا معلن عنها انها هتلعب في مصر، وخدناها تقريبا قبلها بشهر او شهرين بطولة في مصر، وعملنا حالة مختلفة لجميع الفرق الافريقية وجميع المنتخبات. تنظيم كان على اعلى مستوى، ادارة على اعلى مستوى، وقمنا بدور خرافي في وقت قصير جدا، ومجهود كان كبير من الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري ان نطلع البطولة دي في احسن شكل ممكن. كان ناقصها بس ان منتخبنا يوصل للفاينلز ويتوج بالبطولة، ولكن ما حلفناش الحظ في هذه البطولة وخرجنا بدري بعد ما كان كل متوقع ان البطولة دي تكون على ارضنا. ولكن الشكل اللي قدمته مصر كأس الأمم الإفريقية 2019 فتح الطريق لكل البلاد الأخرى إنها تبدأ تفكر، يبقوا كرييتيف ويطلعوا أفكار جديدة يعملوا فيها افتتاح للبطولة وأيضا الكلوزنج أو ختام البطولة مباراة النهائية. النهارده كوت ديفوار زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة افتتاح البطولة، النهارده كان بشكل مبهر، مش متعودين إن احنا نشوف ده في بعض الدول الإفريقية، ولكن عملوا شغل كبير جدا عشان تطلع بالصورة زي ما حضراتكم شايفين. جابوا رموز من كل دولة كانوا حاطينها في حفل الافتتاح. حقيقة النسخة دي أنا شايف إنه يا رب يا رب يا رب منتخبنا الوطني الأصلح والأقرب إنه يفوز بها لعدة أسباب ممكن نتكلم فيها، ولكن السبب الأهم إن احنا فعلا أقوى منتخب في إفريقيا، مش بس كلام ولكن تاريخنا بيقول كده، ألقابنا بتقول كده، منتخبنا ورجالة منتخبنا بيقولوا كده. بنشوف على السوشيال ميديا كلام كتير وتكهنات كتير، وحد يحط لك ريتنجز ريت كده للمنتخبات الأولى أو الأصلح أو زي ما هم شايفين بناء على إيه بيحطوا منتخبات من المركز الأول للعاشر منتخبات المؤهلة إن هي تفوز بالبطولة. وبستغرب لما ملاقيش مصر في المركز الاول، لان معرفش الناس دي جايبه التكهنات دي منين، ولكن منتخبنا بسبع القاب افريقيه يتربع على عرش هذه القاره. ايا كان الكلام اللي بنسمعه في تصريحات لعيبه، تصريحات مديرين فنيين، لعيبه في منتخبات اخرى تقول ان منتخبنا ما كانش بيلعب احسن حاجه وبيكسب بطولات بطريقه، تاريخ مصر يتحدث عن نفسه. أكيد مش ناسين 2008 و2006 عفوا بداية أمام كوت ديفوار في مصر، و2008 أيضا و2010. 2008 كانت النهائي أمام كاميرون، و2010 النهائي أمام غانا، وبطولات كانت الأصعب. الحظ ما كانش معانا في أمم إفريقيا، وصلنا النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح مع أن كفتنا كانت مايلة، ولكن للأسف ما أخدناش البطولة. وبعدها على طول كانت تصفيات كأس العالم وقدرنا نفوز في مصر 1-0 وبهدف مباخت في الدقايق الأولى. السنغال في السنغال اتعادلت معانا ولعبنا ضربات جزاء وأيضا كنا غير موفقين. آخر بطولتين أمم إفريقيا للتذكرة وصلنا نهائي البطولة، وكان برضه بيتقال ان مصر مش هتوصل النهائي ومصر مش فريق قوي مرشح للبطوله. انا بقول لحضراتكم مصر المرشح الاول للفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه نسخه كوت ديفوار 2023 2024.
انا بس عايز اقول لحضراتكم بعد اذن حضراتكم، يا ريت نشجع منتخبنا الوطني، يا ريت نقف في ظهر منتخبنا الوطني زي زمان. افتكروا 2006 لما كنا في الاستاد مقفلين الاستاد واثقين ان منتخبنا هيقدر ياخد البطولة، مع ان كان كل الناس والعالم كله بيقول ان منتخبنا غير مؤهل انه ياخد بطولة الامم الافريقية، وعدنا من بعيد. فزنا ب 2006، فزنا ب 2008، فزنا ب 2010، رحنا نهائي 2017، رحنا نهائي 2021 و2019، كنا فريق قوي جدا، ولكن الحظ ما مشيش معانا وخرجنا من الدور ال 16. فكلام كتير نقدر نتكلمه، وكلام كتير نقدر نذكره، ولكن التاريخ دايما بيقول كل حاجه. تاريخ دايما، تاريخ منتخبنا الوطني بيقول ان منتخبنا الوطني هو كبير القاره. منتخبنا الوطني اللي كسب بطل العالم ايطاليا في كاس القارات قصاد العالم كله، واحرجنا بطل العالم، منتخب ايطاليا كان لسه واخد كاس عالم وبيلعب كاس القارات، وقدرنا نفوز عليه 1-0. قبلها لعبنا امام البرازيل في مباراه وهي تاريخيه، بعد التاخر بثلاث اهداف رجعنا تاني تعادل، وفي اخر ثانيه ضرب الجزاء والاول مره في التاريخ نشوف ان حكم مباراه يبص لشاشه الاستاد، الشاشه اللي موجوده في الاستاد، عشان نشوف اذا كانت ضربه الجزاء بينالتي ولا هي كانت ضربه جزاء، ولكن انا بتكلم عن ظروف المباراه واتطرد فيها لاعبنا المحمدي، ولكن اتحسبت ضربه جزاء وهو حاول فيها ولم يحالفنا الحظ. كنا بنلعب السامبا منتخب البرازيل، الجيل ده نفس الجيل اللي كسب بلجيكا المصنف الثاني عالميا، ولو تفتكروا ده التاريخ. منتخب مصر بكره هيفتتح مبارياته ان شاء الله بمواجهه موزمبيق، كل التوفيق لمنتخبنا في البدايه القويه في البطوله، بدايه تكون مهمه جدا جدا الحقيقه، تديك دفعه قويه في مشوار البطوله، وبتدي كمان رسائل لمنافسينك انك جاهز وفي اتم استعداد للبطوله. منتخبنا في حاله ممتازه وعندنا لعيبه على اعلى مستوى سواء المحترفين، وعلى راسهم بالتاكيد ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح، احد افضل لاعبي العالم، وتسمحوا لي اقول افضلهم في الفتره الحاليه، وكل الدول الافريقيه عامله حسابه كويس جدا. عندنا لعيبه محليين وعلى راسهم زيزو افضل لاعب في مصر، وكل لعبتنا الحقيقه طوال البطوله هنكون كلنا ورا منتخب مصر ورا لعيبه منتخب مصر دعم ومسانده، لاننا وحشنا الفوز باسم مصر، وحشنا الفوز بامم افريقيا، والجيل ده قادر انه يرجع لنا الاجواء الجميله دي اللي كانت موجوده في 2006 و2008 و2010. كلنا متفائلين ان شاء الله، ان شاء الله يا رب نرجع مره ثانيه بالكاس. وعايز اقول لحضراتكم انه من النهارده لحد يوم النهائي بعد اذن حضراتكم مش عايز اسمع اي الوان، مش عايز اسمع زمالك، اهلي، اتحاد، مصري، اسماعيلي، انا عايز اسمع منتخبنا الوطني. بعد اذن حضراتكم جميل الاجواء التلفزيون معايشنا فيها، وبنشوف اعلانات كتير للمنتخب الوطني، واعلانات كلها تبقى طريفه ولكن بتحسنا على ان احنا نشجع منتخبنا الوطني. قدامنا 2006 في استاد القاهره، هو ده اللي انا بتكلم عليه، الاجواء اللي حضراتكم شايفينها لو نفتح الكاميرا ونفرج الناس بعد اذنك يا استاذ محمود، شايفين ده اللي انا بتكلم عليه. ده اللي انا بقوله، 2006 في البطوله دي في كاس الامم الافريقيه في مصر، وكلنا لما بنفتكرها بنفرح، كلنا بننبسط، وانه نشوف منتخبنا بيتوج ببطوله الامم الافريقيه. بنستعرض ده مع حضراتكم ليه؟ عشان ندخل في المود بدري بدري. بكره منتخبنا الوطني مباراته الافتتاحيه امام موزمبيق، غدا في كاس الامم الافريقيه الساعه 7 مساء. يا رب كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني، ومش عايز اي تكهنات، ومش عايز اي حد يقول اسئله توقع مين في النهائي. طبعا مصر واي فرقه
نلعبها تسهل علينا الماتش. مش فارق لي ايا كان مين، احنا ابطال منتخبنا الوطني ما بيخافش من اي حد، منتخبنا ما بيخافش من اي اسماء. احنا بنستعرض مع حضراتكم التاريخ عشان لو في ناس عندها ذاكره السمك زي ما بيقولوا تفتكر منتخبنا المصري مين هو منتخبنا المصري. عشان سمعت تصريحات من لاعبين في منتخبات اخرى وكلام كتير اتقال، يمكن مصطفى محمد لعبنا النهارده اتسال عن ان كنت تابعت تصريحات احد اللاعبين في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، وكان رد مصطفى محمد انه انا مش متابع او ما تابعتش، ولكن لو احنا بنفوز باي طريقه فاحنا واخدين 7 بطولات، اعملوا زي منتخب الوطني واعملوا زي منتخبنا الوطني وكسبوا بطولات، وساعتها محدش يقدر يقول لكم بتكسبوا بطولات ازاي. لو انت شايف ان منتخبنا مش بيستحق وبيكسب اعمل زيه وما تستحقش واكسب، ويبقى عندك 7 ألقاب افريقية ومتربع على عرش القارة. فمش عايز ادخل اكتر في تفاصيل ويعني تفاصيل مؤتمر الصحفي او تفاصيل تصريحات لبعض اللاعبين والمدربين الفنيين، ولكن انا ممكن اسكت تماما وما اتكلمش وتشوفوا قصاد حضراتكم الرد على الشاشه. كبار افريقيا، ملوك القاره، منتخبنا الوطني، دي المباراه النهائي الاخيره، وسونج وزيدان وزيدان وسونج، وعمل اسيست لابو تريكه وجول في الدقيقه 86 توجنا 76 عفوا توجنا ببطولة الأمم الإفريقية في 2010، وبطولة وهي الأصعب، ويعني نجمه طلع السما جده في هذه البطولة. جده قدم مستوى يعني هو كان البديل الذهبي، كان بينزل يجيب جول حتى لو أنت كسبان أو حتى لو مباراة معقربة، جده هينزل يجيب جول من أول مباراة، وكانت الافتتاحية تقريبا أمام نيجيريا ونزل وجاب جول، واخر مباراه امام غانا هو اللي جاب جول الفوز في العشر دقائق الاخيره. البطوله دي لعبنا منتخب الكاميرون وفوزنا عليه، لعبنا منتخب الجزائر وفوزنا عليه، لعبنا منتخب غانا وفوزنا عليه، لعبنا منتخب نيجيريا وفوزنا عليه. بقول لحضراتكم ليه الاسماء دي، لان دول كانوا كبار القاره. لما تيجي تتكلم في الفتره دي تقول لك مين أبطال قارة أفريقيا، يقول لك مصر، كاميرون، السنغال، كوتيفوار، الجزائر، تونس. ده كان يقول لك دول الأسماء المرشحة للفوز بهذه النسخة، كانوا معروفين. ولكن منتخبنا في البطولة دي فاز على الكاميرون، دي مباراة الجزائر، فاز على الجزائر، فاز على غانا في المباراة النهائية، ودي المباراة الشهيرة وفوز منتخبنا الوطني أداء ونتيجة على نظيره الجزائري ب4 أهداف مقابل لا شيء، ودي هدف زيدان العالمي الثاني في الشوط الثاني، ويليه على طول هدف عبد الشافي نجم نادي الزمالك. ويمكن البطولة دي كان فيها كابتن محمد عبد الشافي وكابتن شيكابالا، الاثنين كانوا في بطولة. محمد عشافي أحرز هدف هو ده في الجزائر، هو هدف ما أروع أهداف البطولة، من زاوية صعب تقريبا حد يحرز هدف بالجمال ده. والهدف الأخير والرابع أحرزه محمد ناجي جده نجم منتخبنا الوطني وكابتن أحمد سليمان، كان في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مع كابتن حسن شحاتة، وده هدف جده الرابع والأخير، كان هو البديل الذهبي. نفكر حضراتكم المباريات دي كلها للتذكرة، عشان لو أي حد مش هقول ناسي، إن التاريخ ما بيتنسيش، ولكن مش فاكر التاريخ بنفكره. دي المباراة النهائية وهدف المباراة الوحيد محمد ناجي جده من زاوية صعبة وحطها R2 كده زي ما بنقول 1-2 مع زيدان، ومن 1 تاتش هدف لمنتخبنا الوطني، ومليون مبروك منتخبنا يفوز بالبطولة التالتة على التوالي. الحظ ما حلفناش بعدها، ولكن إن شاء الله السنة دي، إن شاء الله يا رب
يا رب. ادعوا كده وانتم معايا انه منتخبنا يتوج بهذه البطوله، منتخب مصر يستاهل، والمجموعه دي من لعيبه منتخبنا الوطني محمد صلاح، تريزيجيه، لعيبه كتير، منني مش عايز انسى حد، زيزو، لعيبه كتير، الشناوي طبعا يستحقها، كل اللعيبه الحقيقه بيحاولوا بيعافروا بيجيبوا اخرهم. النسخه الاخيره ما مشيتش معانا، وبعدها كاس عالم ما مشيش معانا، ولكن الجيل ده يستحق انه يفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يا رب إن شاء الله نتوج بيها. تعالوا كده نستعرض بعض الإحصائيات اللي فريق الإعداد محضر لحضراتكم، المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية. الألقاب، منتخبنا الوطني 7 ألقاب، يليه الكاميرون 5، يليه غانا 4، يليه نيجيريا 3، ثم الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والجزائر 2، وأثيوبيا، السودان، الكونغو، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، السنغال، بطولة واحدة. حقيقة يعني سمعنا تصريحات غريبة ومن بعض المنتخبات، ولكن تفضلوا منتخبنا الوطني على رأس القائمة. منتخبات الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا، مصر 25 مرة، كوت ديفوار 24، غانا 23. الأكثر لعبا لمباريات، مصر 107، غانا 102، كوت ديفوار 99. الاكثر فوزا، مصر 60، غانا 54، نيجيريا 53. الاكثر تسجيلا للاهداف، مصر 168، ساحل العاج 143، والكاميرون 137. مش فاهم برضو يعني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مصر متربعه كل شيء. بنسمع كلام غريب يعني. المدربين الأكثر تتويجا ومشاركة في أمم أفريقيا بالتأكيد كابتن حسن شحاتة مصر 3، تشارلز كومي غانا 3. الأكثر مشاركة كلود لورو فرنسا، هنريك كاسبراج من بولندا. الأكثر مباريات كلود لورو فرنسا، هنريك كاسبراج أيضا بولندا، كلود 38، هنريك 30. اللاعبون الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا، الأكثر ألقاب أحمد، كابتن أحمد حسن وكابتن عصام الحضري مصر 4 ألقاب. الأكثر مشاركة كابتن أحمد حسن وسونج الكاميرون 8 مشاركات، أندريا أيو غانا أيضا 7 مشاركات. الأكثر مباريات سونج الكاميرون 36 مباراة، أندريا أيو غانا 34 مباراة، كابتن أحمد حسن 32 مباراة. اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في أمم أفريقيا، صامويل إيتو كاميرون 18 هدف، لوران بوكو كوت ديفوار 14 هدف، راشيدي ياكيني نيجيريا 13 هدف. الأكثر تسجيلا في بطولة واحدة، ناداي مولامبا الكونغو الديمقراطية 1974 9 أهداف، لوران بوكو كوت ديفوار 1970 8 أهداف، فينسان أبو بكر الكاميرون 2021 8 أهداف، لوران بوكو كوت ديفوار 1970 5 أهداف، ألي ديبي مصر 1957 4 أهداف، وبنديك مكاراثي جنوب افريقيا 1998 4 أهداف. لو عايز اطلع حضراتكم على مجموعة كأس الأمم الأفريقية 2023، فالمجموعة الأولى كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو. المجموعة الثانية مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق. المجموعة الثالثة السنغال، كاميرون، غينيا، جامبيا. المجموعة الرابعة الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا. المجموعة الخامسة تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا. المجموعة السادسة المغرب، كونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا. أكبر اللاعبين مشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، بدر علي سنجاري كوت ديفوار 37 سنة، يونس عبد الحميد المغرب 36 سنة، ماكس جراديل كوت ديفوار 36 سنة.
ايضا اصغر اللاعبين مشاركه في كاس الامم الافريقيه، ويلفرد ناثان الكاميرون 17 سنه، كابريان كاشولي تنزانيا 18 سنه، بلال الخنوس المغرب 19 سنه، كريم كوناتي كوت ديفوار 19 سنه. واخيرا اعلى اللاعبين قيمه تسويقيه في كاس الامم الافريقيه، على راسهم فيكتور اوزيمين نيجيريا 110 مليون يورو، كابتن محمد صلاح مصر 65 مليون يورو، أشرف حكيمي المغرب 65 مليون يورو، محمد قدوس غانا 45 مليون يورو، عثمان ديوماندي كوت ديفوار 40 مليون يورو، سيرو جيراسي غينيا 40 مليون يورو، أدموند تابسوبا بوركينا فاسو 40 مليون يورو، أندري أونانا كاميرون 40 مليون يورو، نايف أجرد المغرب 38 مليون يورو. ويمكن عايز اقول لحضراتكم عشان بس الاحصائيه الاولى فيكتور اوزيمين ومحمد صلاح هو بيجيب الريت او سعر اللعيب في اخر تنقلات حصلت، يعني اخر ميركاتو اللعيب راح فيها من نادي لنادي كان بكام، فعلى اساسها بيحسب اعلى قيمه تسويقيه في كاس الامم الافريقيه. ولكن طبعا لعبنا كابتن محمد صلاح قيمته التسويقية أكبر من كده بكتير وتكاد تكون ضعف هذا الرقم. الحقيقة إحصائيات مهمة جدا جدا، فريق الأعداد مشكورا بيجيبها لنا. ولكن أستأذن حضراتكم نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل فقرات برنامجكم، اوعوا تروحوا في أي حتة. الواحد بينبسط لما يشوف تقرير عن منتخبنا الوطني، وتقرير حتى لو مدته أقل من دقيقة بس بيرجع ذاكرتك كده لورا، وبننبسط وبنفخر بكوننا مصريين مصريين بقوه وصلابه منتخبنا الوطني. تعالوا كده نشوف الاخبار النهارده مخبيه لنا ايه. الخبر الاول هو الزمالك يستأنف تدريباته قبل السفر للامارات، خبر اول من عند فريقنا فريق نادي الزمالك. خبر يقول استأنف الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعيه عصر يوم السبت تحت اشراف الجهاز الفني بقياده كابتن معتمد جمال على ملعب محمد حسن حلمي زموره بمقر القلعه البيضاء في 100 عقبه استعدادا للفتره المقبله. خاض لاعبو الزمالك مجموعه من التدريبات البدنيه القويه في صاله الجيم قبل النزول الى ارض الملعب لخوض المران، ويستعد الزمالك للمشاركه في بطوله نادي الوحده الاماراتي الوديه بابو ظبي والمقرر اقامتها في الفتره من 18 وحتى 24 يناير الجاري، مشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري. بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان 3 تاونز الصيني على أن تقام المباريات على استاد المكتوم. كابتن معتمد جمال يشرح للاعبين برنامج الاعداد قبل السفر للامارات، وشهدت الجلسه حديث من المدير الفني عن الفتره المقبله والبرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال الايام التي تسبق السفر الى دوله الامارات العربيه المتحده لخوض معسكر خارجي. وشرح كابتن معتمد خلال حديثه مع اللاعبين بعض الجمل الفنيه المراد تنفيذها خلال الامران بجانب توضيح بعض النقاط المهمه بخصوص طريقه اللعب. خبر آخر من نادي الزمالك هو غياب الثنائي المنتخب الأولمبي عن تدريبات الزمالك اليوم، وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق غابوا عن تدريبات الزمالك بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي الحالي ومشاركة في الدورة الودية المقرر لها بدولة الإمارات العربية المتحدة. فقرة فنية على الكرات الثابتة والتزيد من خارج منطقة الجزاء في مران الزمالك. شهرت الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية خاصة بالتسليم والتسلم والضغط الجماعي على المنافس مع استخلاص الكرة وبدء الهجمة، وخاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال التدريبات، وأيضا شهر التركيز على تنفيذ ضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء بجانب تركيز على التسديدات على المرمى من مسافات مختلفة التي تألق فيها محمد أشرف رؤى ونبيل عماد دونجا وحمزة المسلوسي. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد جمعة ونيمار. احتفل لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك بعيد ميلاد الثنائي
عبد الله جمعه وسيد عبد الله نيمار على هامش التدريبات الجماعيه للابيض التي اقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، وعملوا كده ممر شرفي لعبد الله جمعه وسيد نيمار على هامش التدريبات الجماعيه اليوم للاحتفال بعيد ميلاد الثنائي. تعليمات خاصه من كابتن معتمد جمال محمود علاء في تدريبات الزمالك. منح كابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك يعني تعليمات خاصه لمحمود علاء خلال التدريبات الجماعيه، وشرح محمود علاء بعض المهام الخططيه والفنيه المراد تنفيذها خلال المران. بعد عودته للمشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفتره الاخيره عقب تعافيه من الاصابه. تدريبات اضافيه لعواد واوباما. خاض محمد عواد ويوسف اوباما فقره بدنيه اضافيه عقب انتهاء التدريبات الجماعيه للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك اللي اقيمت النهارده اللي اقيمت يوم السبت النهارده على ملعب النادي. وخضع الثنائي لبعض التدريبات البدنيه بدون الكره بركض حول الملعب تحت اشراف كابتن علاء رجب مخطط الاحمال عقب انتهاء المران الجماعي للابيض. معايا مداخله هامه جدا، معانا كابتن حسام باولو نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. يا كابتن حسام منورنا. ايه يا حبيبي، اخبارك يا حبيبي؟ عامل ايه الاخبار؟ طمني عليك. صباح الفل، عامل ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل حبيبي. طيب، الحمد لله. بالتاكيد لازم اسالك عن شفت النهارده افتتاحيه كاس الامم ازاي، وبكره عندنا مباراه منتخبنا الوطني امام موزمبيق. والله الحمد لله المنتخب استعد كويس، وان شاء الله ان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله، انا متفائل خير ان شاء الله يعني. طيب شايف توقعاتك ان بكره التشكيل ممكن روي فيتوريا هيبدا بمين؟ بنفس التشكيل اللي بدا، ويبقى محمد الشناوي نفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه تنزانيا، ولكن محمد الشناوي هو اللي هيبدا في حراسه المرمى. بالظبط. طب شايف ازاي تصريحات النهارده سمعناها غريبه، وان منتخبنا الوطني فاز بالالقاب او اخر بطولاته كانت تصريحات غريبه من لاعبي منتخبات اخرى، وانه بيشككوا في فوز منتخبنا الوطني ببعض البطولات، وقال ان احنا بنضيع وقت وكلام غريب. حقيقه احنا نفسنا مش عمرنا ما شفنا ده في منتخبنا. لا احنا ما بنضيعش وقت، احنا للاسف البطولتين اللي فاتوا احنا كنا قريبين جدا، بس ما كانش في نصيب لينا يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله الثالثه ثابته باذنك يا رب، وان شاء الله المنتخب يرجع ويفرح الشعب المصري باذن الله. وخلي اللي يتكلم هو دايما احنا كمصريين بنحب الناس اللي بتتكلم علينا، وفي الاخر احنا اللي بنضحك عليهم في الاخر يعني. طيب يمكن شايفين روح حلوه مع منتخبنا الوطني، محمد صلاح عامل اجواء جميله جدا الحقيقه، ومحدش حاسس خالص انه ده احسن لعيب في العالم، بالعكس محمد صلاح عامل حاله داخل منتخبنا الوطني، شايف ده ازاي؟ وايضا بعد مباراه موزمبيق عندك الغانا في مباراه بعدها، شايف البطوله المجموعه دي بتاعت مجموعه منتخبنا الوطني توقعاتك ليها تبقى عامله ازاي؟ لا احنا ان شاء الله نبقى احنا وغانا باذنك يا رب، باذنك يا رب، بس احنا نفكر في اول ماتش، لان انت عارف اما تكون اي بطوله مجمعه لازما يبقى البدايه تكون كويسه عشان ما تخشش في حسابات تانية، البداية كويسة، فإن شاء الله بإذنك يا رب هناخد ماتش بماتشه، وربنا يكرمنا بإذن الله يا رب نسعد أول عشان نشوف بقى إيه إحنا نحط، هنشوف إحنا المشوار اللي إحنا رايحينه هنمشي إزاي. طيب كلمني عن استعدادات منتخب مصر للكرة الشاطئية، ويمكن عارف إن عندكم كأس عالم كنتوا بتستعدوا ليه الفترة دي، طمني. إن شاء الله المعسكر هيبقى يوم 20 إن شاء الله 20/1. عندنا السفر بطولة ودية في عمان يوم، هنسافر على 27 او 28 ان شاء الله، هنسافر على عمان بطولة ودية، وهنطلع منها على الامارات على طول ان شاء الله، عندنا ماتشين وديين هناك في الامارات قبل البطولة ان شاء الله. هي بطولة في الامارات؟ البطولة في الامارات ان شاء طيب. الله. عايزين نعرف يعني منتخب مصر واقف فين في كرة القدم الشاطئية، واحنا منافسين لبطولة كأس العالم ان شاء الله، ولا شايف ان المنافسة صعبة وشرسة؟ هي مفيش، احنا هنقول بس ان مفيش حاجه في الكره صعبه ان شاء الله يعني، احنا الحمد لله احنا المنتخب الكره الشاطئيه بقياده الكابتن مصطفى لطفي واحمد ابو السريع والجهاز الفني المحترمين واللعيبه الرجاله اللي قدرنا، بطوله وديه في المغرب خدناها، بطوله العرب خدناها، صعود كاس العالم لاول مره ربنا كرمنا وساعدنا، فان شاء الله ان شاء الله يا رب نبقى نعمل حاجه هناك تليق باسم مصر
عشان احنا مش رايحين ضيف شرف، احنا رايحين ولنا هدف ان شاء الله وربنا يكرمنا ونرجع بيه باذنك يا رب. ان شاء الله يا رب، يعني كل التوفيق ويعني تمنياتنا طبعا لمنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بالفوز ببطولة العالم، طبعا حلم ولينا حق ان احنا نحلمه. وعايز اسالك، انت قلت انه منتخبنا بكره هيلعب بنفس التشكيل ولكن الشناوي بدل صبحي، ولكن زيزو ما بداش وما لعبش في المباراه، شايف ان بكره زيزو برده هيبقى احتياطي ولا انت شايف ان زيزو بكره هيكون اساسي؟ ما انت عندك ثلاث لعيبه بصراحه احسن من بعض. محتار هتلاعب مرموش، هتلاعب تريزيجيه، هتلاعب زيزو. ثلاثه بيلعبوا في جنب واحد، في جبهه واحده. طب انت كده هتلعب ثلاثه في نص الملعب يعني؟ ايه؟ هتلعب بثلاثة في نص الملعب؟ ما انت لازم تلعب بثلاثة في نص الملعب. طب ليه زيزو ما يبقاش واحد منهم؟ ما ممكن زيزو يتحط، بس ما ممكن بقى هو له رأي آخر المدير الفني. لكن انت مع ان زيزو يبدأ بكرة هو ان شاء الله؟ هو هيبقى صلاح، مصطفى محمد، يا تريزيجيه، يا مرموش، يا زيزو. فالثلاثة كويسين، الثلاثة أحسن من بعض بصراحة. فأي حد هيلعب في الجنب في الجبهة ديت بصراحة يبقى هيعمل لنا إضافة يعني. فالثلاثة كويسين ما شاء الله عليهم يعني. يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ونفوز. المباراة الافتتاحية للمجموعة دي دايما بتبقى من أهم المباريات، وكل التوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في بطولة العالم إن شاء الله. نورتني وشرفتني، بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام باولو، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. لو عايزين بقى من كرة القدم بداخل نادي الزمالك نروح لألعاب الصالات، وخبر من فريق الطايرة، فريق طايرة الزمالك يهزم الاتحاد السكندري في الدوري. خبر بيقول فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة ثلاث أشواط عفوا مقابل لا شيء في المباراة اللي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى. جات الأشواط كالتالي 25-19، 25-21، 25-17. يتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية طلائع الجيش واتحاد سكندري والطيران والداخلية وإسترن كومباني. ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل على صالة كابتن محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء. يقود طائرة الزمالك كل من كابتن أشرف أبو الحسن مديرا فنيا، محمد عبد المنعم مدربا عاما، محمد علي مدربا، أحمد سعودي طبيبا، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبد الرزق إداريا، أحمد سالم مخطط الأحمال، وهاني سمير محللا تقنيا، وعبد الرحمن خالد أخصائي للعلاج الطبيعي. ومن نادي الزمالك لأمم إفريقيا وحفل افتتاح مميز لأمم إفريقيا 2023 بكوتيفوار بمشاركة محمد رمضان. ولكن خليني أفكر حضراتكم، مباراة كوتيفوار دلوقتي نتيجة 2-0 لكوتيفوار. فوفانا أحرز الهدف الأول في الدقيقة 4 وكراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58، والمباراة رايحة كده في اتجاه أن كوتيفوار تفوز على غينيا بيساو. وهنتابع مع حضراتكم. أقيم مساء اليوم السبت حفل افتتاح مميز لمنافسات النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ولتستضيفها كوتيفوار تستمر منافستها حتى 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخب على رأسها منتخب مصر. وشاهد افتتاح الحفل مشاركة النجم المصري محمد رمضان في الحفل الغنائي. منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وموزمبيق بالأصفر بأمم إفريقيا غدا. يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة مقرر لها بكرة الساعة 7 مساء في الجولة الأولى المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا 2023. فيتوريا قائلا منتخب مصر يخوض أي بطولة بهدف التتويج. تصريحات فيتوريا أقولها لحضراتكم، قال إن منتخب مصر قوي ويمتلك تاريخا كبيرا في البطولات الإفريقية، وقال أيضا نلعب البطولات لتحقيق الألقاب ونعمل بجد في جميع المباريات.
مستعدون للبطولة. موزمبيق فريق رائع، ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما، نحترم جميع المنتخبات. وأعرف إن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحاتنا كبيرة في هذه البطولة. قال كمان: أمتلك لاعبين كبار في منتخب مصر والكل جاهز للمشاركة، وهناك منافسة قوية بينهم. محمد صلاح لاعب كبير جدا، وجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد. وأخيرا قال: تنظيم جيد، وأشكر كوتيفوار وكاف على الاستقبال، وأريد أن أهنئهم على التنظيم، وأتمنى أن تكون بطولة رائعة. الحقيقة أن إحصائيات روي فيتوريا مع منتخبنا الوطني إحصائيات بتدعو إلى التفاؤل. الحمد لله أرقام كلها إيجابية مع روي فيتوريا. يا رب يكمل على كده ونخرج من هذه البطولة بكلين شيت. كوتيفوار تنفق مليار دولار على تنظيم كاس أمم إفريقيا. كشفت تقرير صحفي عن إنفاق كوتيفوار مليار دولار على تنظيم بطولة كاس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد قليل، أو انطلقت بالفعل بمواجهة البلد المضيف ضد غينيا بيساو. وذكرت شبكة بي بي سي أفريكا أن الحكومة استثمرت ما لا يقل عن مليار دولار لاستضافة البطولة، حيث أقامت ببناء 4 ملاعب جديدة، بينما قامت بتجديد ملعبين آخرين، بالإضافة إلى بناء وتحديث المطارات والطرق والمستشفيات والفنادق في المدن الخمسة التي تستضيفها البطولة. تستضيف 5 مدن إيفوارية لقاءات البطولة، وهي أبيدجان بجانب بواكي وكورو وسان بيدرو والعاصمة ياموسوكرو. أشارت أيضا الشبكة إلى أن المبلغ الضخم الذي حصلت عليه كوتيفوار من قرض حصلت عليه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، والبالغ ب 3,500,000,000 دولار، بعدما عانت من الحروب الأهلية في الفترة ما بين 2002 إلى 2007 وعامي 2010 و2011. الخبر الأخير وهو: فينست أبو بكر يغيب عن أمم إفريقيا بسبب الإصابة. كشف التقرير الصحفية أن فينست أبو بكر قائد منتخب الكاميرون سيغيب بشكل رسمي عن خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بسبب الإصابة. وكان فينست أبو بكر مهاجم بشكاتش التركي قد فشل في استكمال تدريبات المنتخب الكاميروني مساء الجمعة بعد تعرضه لإصابة قوية. وفقا لصحيفة سي فوت الكاميرونية، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها أثبتت معاناة أبو بكر في تمزق في فخذه الأيمن لتتلاشى فرص مشاركته في البطولة. الحقيقة بنتمنى لفينست أبو بكر، واحد من نجوم منتخب الكاميرون، إن شاء الله يتم شفائه على خير ويرجع أحسن من الأول. أستأذن حضراتكم نطير لفاصل سريع جدا ونرجع نستقبل ضيوفنا كابتن أحمد كمال وكابتن سعيد لطفي نجوم نادي الزمالك، وحديث عن كأس الأمم الإفريقية. اوعوا تروحوا في أي حتة، تابعونا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبيسعدني وبيشرفني يكون معايا 2 من نجوم الكرة، كابتن احمد كمال وكابتن سعيد لطفي. كابتن احمد منورنا يا امير، ربنا يخليك، فرصه سعيده ومتشرف بوجودي معاك ومع كابتن سعيد. كابتن سعيد منورنا ومشرفنا، ايش يا كابتن؟ ربنا يخليك. لا احنا هنروح جنبك فين؟ ما شاء الله، ربنا يكرمك حبيبي امين، ربنا يخليك. يعني مبسوط اني موجود معاك، وطبعا وصديقي الغالي واخويا الجميل كابتن احمد كمال. مبسوط اننا طبعا متواصلين النهارده مع جمهور نادي الزمالك ان شاء الله، ونقدم حاجه كويسه باذن الله. ويمكن ده مكانكم وبيتكم. خليني في البدايه بالتاكيد، مفيش صوت اعلى من صوت بطوله امم افريقيا، ويمكن عايز اسال كابتن احمد في البدايه، في ظل التطور الرهيب اللي شايفينه بطوله افريقيا ولاعيبه في افريقيا بملايين اليورو والدولارات، شايف ازاي بطوله امم افريقيا في كوت ديفوار في نسختها الحاليه؟ يعني بطولة مهمة وبطولة كبيرة، بطولة محببة لمنتخب مصر. يعني منتخب مصر هو المتربع على عرش القارة الأفريقية، 7 بطولات. احنا اكبر عدد من البطولات مصر هي اللي قدرت ان هي تحصل على البطولة 7 مرات. في ظل الظروف اللي انت بتتكلم فيها يا مينا،
طبعا الكره الافريقيه على طول في مواكبه للتطور بشكل مستمر. اللعيبه بتاعت افريقيا مش زي زمان الماتشات كانت بتبقى سهله، لا انت دلوقتي النمط والاسلوب والتكتيك والفكر بتاع افريقيا والمدربين اللي بقت تمسك المنتخبات على اعلى مستوى، يعني لو شفت بالظبط يعني انت بتتكلم في اوروبا دلوقتي معظم اللعيبه اللي في افريقيا اللي في المنتخبات كلهم بيلعبوا في فرق اوروبيه كبيره، فطبعا ده بالتالي بينعكس عليهم طبعا في الاسلوب الخططي والبدني والفكري اللي هم بيحاولوا يلعبوا بيه، فبيبقى في تطور بشكل مستمر. حتى المدربين اللي هم بيبقوا جايبين مدربين اجانب، المدربين بيبقوا على اعلى مستوى اللي بيمثلوا المنتخبات في افريقيا. فشايف ان البطوله بطوله مهمه وبطوله كبيره في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي. ان شاء الله اللعيبه عندنا لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه، وبنامل ان شاء الله ان احنا نحقق التمنه، نبقى عند حسن ظن اللعيبه، تبقى عند حسن ظن الشعب المصري، وباذن الله لعيبتنا رجاله وان شاء الله يرجعوا البطوله. كابتن سعيد، كوت ديفوار انفقت ما يقارب من مليار دولار على هذه البطوله، بناء استادات، تجديد للطرق، تجديد للمطارات، بنيه تحتيه، حاجات كتير قوي كوت ديفوار عملتها عشان تخلي بطوله تليق بكوت ديفوار. شايف ده ازاي؟ ويمكن مراسم احتفال المباراه الافتتاحيه قدام حضرتك على الشاشه. في البدايه يعني عايز اقول ان واضح جدا ان البطوله هتبقى ناجحه قوي، يعني بيجي لك ايحاء كده واحساس، ومن خلال المقدمات اللي قبل البطوله، الفلوس اللي اتصرفت على التنظيم وعلى الاستعدادات للبطوله، الملاعب، يعني شايفين كوت ديفوار في حته تانية خالص. احنا قبل كده كنا لما كنا الزمالك بيروح يلعب او اي فريق مصري بيلعب في ساحل العاج او في كوت ديفوار، كنت بتعاني من الملاعب وسوق ارضيه الملاعب والاستادات والطرق وكل الكلام ده كله والفنادق. دلوقتي بتتكلم ان انت كوت ديفوار قطعه من اوروبا، يعني استعدادات البطوله ليها النهارده والشكل الجميل ده، لا واضح ان البطوله هتبقى حاجه ثانيه. بص يعني لو انت يعني ما تصدقش ان ده ملعب في كوت ديفوار. كمان الى جانب هذا يعني الاستعداد الجيد للبطوله، مفيش مفاجآت بالنسبه لخروج المنتخبات القويه خارج البطوله، يعني كلهم موجودين المنتخبات القويه، كلهم وصلوا من التصفيات، كله وصل، مصر، الكاميرون، نيجيريا، كوت ديفوار صاحب الارض. بالمناسبه مباراه النهارده انتهت حالا بتفوق كوت ديفوار 2-0، كان كسبان 1-0، كسب الدقيقه 4 في الدقيقه 4 فوفانا الهدف الاول، وفي الدقيقه 58 كراسو الهدف الثاني. جميل، نتيجه متوقعه يعني، متوقعه. واحنا يهمنا ان كوت ديفوار كمان اللي هو منظم البطوله، لان دايما لما المنظم بتاع البطوله سواء اي منتخب لما بيخرج بدري بيقلل من متعه البطوله طبعا. فاحنا نتمنى ان كوت ديفوار يكمل، بس طبعا ان شاء الله مش على حسابنا احنا كمنتخب مصر، ولكن لسه بكمل كلامي بقول لك ان كل المنتخبات القويه متواجده في البطوله، مصر، الكاميرون، نيجيريا، كوت ديفوار، غانا، تونس، المغرب، الجزائر، السنغال، كل المنتخبات متواجده في البطوله. مش عارف مالي غالبا مش موجوده، موجوده مالي موجوده برضه اهي كمان. تونس طبعا من المنتخبات القويه، يعني لا البطوله دي اتوقعها بطوله قويه جدا، وان مش هيبقى فيها مفاجات، يعني المنتخب اللي هيفوز بالبطوله مش هيبقى فيه مفاجات. وان شاء الله متفائل يعني لمنتخب مصر ان هو يقدم اداء جيد ان شاء الله، وقادر ان هو يفوز بالبطوله. المنتخب عنده لسه هنتكلم في النواحي الفنيه، لكن منتخب مصر يا كابتن احمد عنده سكواد ما شاء الله بالزبط. عنده البدلاء لا يقل، يعني انت ما تعرفش مين هيلعب بكره. يعني بنتكلم في المباراه الاخيره واخر مباراه تجريبيه كانت بتتكلم ان انت عندك بره دكه لا قادره انها تلعب، وده كانش موجود في قبل كده في اي 11 هينزلوا يبقوا منافسين بتتكلم ان صلاح بديله مثلا زيزو، بتتكلم ان تريزيجيه بديله عمر مرموش، بتتكلم لا يعني الاماكن المراكز كلها لا، عندك فريق، عندك فريقين مش فريق واحد يقدروا ان شاء الله يشاركوا. فدي حاجه برضه هتنفعنا لو كملنا ان شاء الله، طبعا علشان الاصابات او اي ايقافات او اي حاجه ان شاء الله. فانا متفائل خير ان شاء الله المنتخب مصر باذن الله. طيب احنا النهارده المباراه الوحيده كانت ساحل عاج وغينيا بيساو، او كوت ديفوار وغينيا بيساو. بكره الحد عندنا ثلاث مباريات، المباراه الاولى الساعه 2 نيجيريا وغينيا الاستوائيه، المباراه الثانيه الساعه 7 مساء
مصر وموزمبيق، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. والمباراة الثالثة والأخيرة مباراة غانا والراس الأخضر تبقى حوالي تقريبا الساعة 9 بالليل. كابتن أحمد، عايز أسأل حضرتك في البداية، ناخد أول مجموعة كده، أول مجموعة شايفها إزاي؟ كوت ديفوار، غينيا بيساو، نيجيريا، غينيا الاستوائية، وخلينا نحط في المقدمة كوت ديفوار بثلاث نقاط بهدفين. لا، هي المجموعة برضو المجموعة يعني متوسطة المستوى، زي ما احنا بنتكلم سحر العاج بيلعب على ملعبه وسط جماهيره، اكيد بيبقى عنده دفعة معنوية كبيرة، الجمهور بيبقى عامل كبيرة مينا، مدي سبورت للعيبة بشكل كبير. فريق كوت ديفوار اخر بطولة قدر ان هو يحرز بطولة كانت 2015، فبقى له برضه فترة طويلة ما قدرش ان هو يحصل على البطولة. عامة يعني البطولة بتبقى اقرب شوية لصاحب البلد او المستضيف، بيبقى في عوامل كتيرة ان هو من البلد والجو والتأقلم والعيشة والملاعب، بجانب طبعا عامل السبورت الاول والرئيسي اللي هو عامل الجماهير. فشايف ان ساحل العاج ممكن تكون مرشحه بشكل كبير من المجموعه الاولى، وعامه كده كده هي مرشحه طبعا على البطوله دايما، ان هي طبعا بتبقى صاحب الارض، بيبقى طبعا عنده ميزه ان هو بيبقى متواجد بشكل كبير. ف بالظبط الجمهور بيبقى، بس بقالهم كتير ما بيوصلوش، يعني بقالهم كتير، يعني اخر مره سمعنا كوت ديفوار في الفاينل بقالنا كتير جدا، مش زي زمان جيل كوت ديفوار اللي كان فيه دروجبا كنت تحس ان هو كان بينافسك في 2006، نفسك في 2008 ووقع معاك في المجموعه وقدرت تفوق عليه في المجموعات. هو من 2010 2015 هم 2015 اخر بطوله قدروا يحققوها بطوله افريقيا، 2015 كان ساحر العاج، وبعدها اختفى، وبعدها في حوالي 10 سنين او 8 سنين. بس طبعا انت بتتكلم في اختلافات، ان انت هو منظم البطوله، فطبعا كابتن سعيد عارف لما انت بيكون صاحب الارض هو المتواجد طبعا بتفرق بشكل غير طبيعي، وما يكون منتخب له اسم كمان بالظبط، نفسيا ومعنويا بتفرق مع منتخب البلد المستضيف بشكل كبير جدا. يعني مباراه بكره نيجيريا وغينيا هتحدد متاهلين مع كوت ديفوار، لان شايفين نيجيريا مش برضو في احسن حالاتها، بنتكلم عن منتخب كبير ولكن مباراته الاخيره مش في احسن حالاته اطلاقا، مش يعني مرشحين بالظبط. خد بالك برضو فرقه غينيا فرقه محترمه جدا، يعني من الفرق اللي بتقدم كوره بشكل مميز وشكل كبير، فاحنا ما بنبصش للاسم. وطبعا التاريخ بيقول لك نيجيريا اسم كبير في القاره الافريقيه، ولكن ظروف، لكن ظروف المباراه لا ما تقدرش، المباراه ايكوال ما تقدرش ان انت تحدد. وكمان اللي انا عايز اقوله لك عليه ان بكره نيجيريا وغينيا الاستوائيه، لو نيجيريا ما كسبتش فالمباراه الثانيه هتكون مع كوت ديفوار اللي هي صاحبه الارض بالزبط. وتقريبا هتبقى مباراه صعبه جدا، وتقريبا مباراه بكره يعني لو خسر بكره، لو بكره خسر او تعادل تقريبا فرصته هتبقى راحت تقريبا، مش بنقول على ورقه والقلم بالظبط، بس المعطيات ان هم مش هيقدروا يكملوا. اهم حاجه في البطولات المجمعه، والكابتن سعيد عارف اهم حاجه في البطولات المجمعه دي الستارت بتاعك، البدايه، اول ثلاث نقاط بالظبط، اول ثلاثة بونت انت بتقدر تاخدهم بيديك دفعه معنويه جامده جدا لبقيه الماتشين التانيين. وانا طيب حتى كنت بتكلم ترتيبها ايه المجموعه دي؟ اول ساحل العاج خلاص، يعني منطقيا على الورق ساحل العاج نيجيريا. نيجيريا انت شايف ايه بقى؟ نيجيريا يعني ساحل العاج نيجيريا، غينيا الاستوائيه، غينيا بيساو، ده ترتيب المجموعه. ده ترتيب. طيب كابتن سعيد لطفي، مش عايز اخش معاك على المجموعه الثانيه لان دي هنتكلم عليها باستفاضه ومباراتنا بكره، خلينا سريعا ناخد المجموعات كلها. المجموعه الثالثه سنغال، جامبيا، كاميرون، غينيا، وانا شايفها اقوى من المجموعات. اقوى هي والمجموعه اللي فيها تونس، اللي هي تونس، ناميبيا، مالي، جنوب افريقيا هنجيلها، ولكن المجموعه الثالثه شايفها ازاي؟ السنغال، الكاميرون، وجامبيا وغينيا. يعني طبعا بتتكلم في ثلاث منتخبات، غينيا منتخب قوي، او مباراه السنغال هتبقى وجامبيا وكاميرون وغينيا، انت عندك ثلاث منتخبات. يعني طبعا السنغال هيبقى مرشح رقم واحد، فانت حاطه اول معلم كده جنبه. السنغال بالنسبه لي يعني في يعني السنغال هو الاقوى المفروض. كاميرون مش من المنتخب، كاميرون ده كان قبل كده لكن دلوقتي مش هو المنتخب اللي هو اللي يخوف. يعني الكاميرون وغير، يعني تقدر تقول السنغال هيتاهل ومعاه، يعني هقول الفرصه بتاعت الكاميرون وغينيا متوازيه، الفرصه واحده، ولكن الكاميرون تاريخها والكلام ده كله اقوى. لكن انا حاسس ان السنغال مش هيصعد بسهوله في المجموعه دي. لا، السنغال هيصعد اول،
بسهوله. السنغال عنده عدد محترفين بتالي اكبر منتخب مش بسهوله بس يعني هو المرشح الاول الاقوى على في المجموعه. خلي بالك الجمهور دايما هيساند المنتخبات اللي هي الاضعف، يعني مثلا كوت ديفوار السنغال هيلعب في كوت ديفوار وعارف ان السنغال منتخب قوي يهمه ان السنغال يخرج، فلما تيجي مثلا مباراه السنغال بالظبط مع مثلا جامبيا هتلاقيه بيشجع الفريق المنتخب الثاني طبعا، ليه؟ عايز يخرج من البدايه، عايز يسهل الطريق لكوت ديفوار. مصر بتلعب هيبقى واقف ضد مصر بس عشان نبقى احنا عارفين واحنا من حسابنا احنا هيروح لنا جمهور وكل حاجه، لكن طبعا الاغلبيه هتبقى طبعا من كوت ديفوار. اللي بيعجبني يا كابتن في البطولات اللي هي بتبقى في دول افريقيا دايما لما بنلعب مثلا مغرب تونس جزائر الدول بتتكلم عربي شمال افريقيا الهتافات بتبقى باينه للاعبين ومفهومه ومسموعه. في الدول الافريقيه تقريبا بيستخدموا اللي هي الطبل والصفارات والحاجات دي فتحس ان هي اجواء افريقيه ما تعرفش مين بيشجع مين. انا كابتن سعيد انت عارف مين لما كنا بنسافر مثلا نلعب مع المنتخب بره في بطولات مجمعه او ماتشات مثلا عادي انت من كتر الطبله والحاجات الموسيقى اللي بيشغلوها هم طول الماتش عاملين بس بيزمروا والطبله وحاجات كده انت ما تحسش اصلا بالجو اللي هو بتاع التشجيع. مفيش ضغط انت بتسمع مزيكا حلوه وانت بتلعب يعني ما تحسش انت بتلعب بره ملعبك ده حقيقي يعني او على الاقل مش عارف الجمهور اغنيه شغاله. شمال افريقيا دول اذكى ناس واشطر ناس ضغط في التشجيع. احنا لما بنروح نلعب في الجزائر او بنلعب في تونس او بنلعب في المغرب بتشوف الناس بتشجع ازاي؟ ده حقيقي. لما تروح تلعب مثلا الوداد البيضاوي، تلعب الرجاء البيضاوي، تلعب مثلا اي فرقه من الفرق اللي ترجي في تونس، ترجي في صفاقسي، بتشوف ال لا الجمهور غير بتبقى نازل في التسخين واحنا نازلين بنسخن وبيضغطوا عليك الملعب وبتسمع هتافاتهم بتفهمها لا بيعرفوا ازاي يضغطوا عليك، بيضغطوا عليك سواء كجمهور او كلاعبين. عندهم عندنا شمال افريقيا حته الذكاء دي اعلى من طبعا المنتخبات اللي هي طبعا اصحاب البشره السمراء. حتى في الماتشات لما كنت بتيجي تلعب تعرف تلاقوا لك لبسوا ركله جزاء بيدخل بعمق خد غير اللعيبه بتاعت شمال افريقيا في عندهم سنس شويه وعندهم ذكاء حتى زي كده برضو في التشجيع. فانت خلي بالك البطوله الـ 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 البطوله دي هتلاقي دايما زي ما قلت انا الجمهور ساحل العاج او كوت ديفوار هتلاقي دايما بيساند المنتخبات اللي هي في كل المجموعات علشان يفضي الطريق بالنسبه له لكوت ديفوار لمنتخب بلاده ان هو يمشي ويفوز. كان بيطلع منها البطولات الفرق اللي هي الضعيفه المستوى دي بيطلع منها حصان اسود. يعني البطوله اللي فاتت كان مين حصان اسود في وجهه نظرك؟ البطوله اللي فاتت انا شايف اللي قبلها كان منتخبنا خسر من الكاميرون في النهائي كان بوركينا فاسو. كان بوركينا فاسو طبعا كان بوركينا فاسو كان افضل منتخب كان مرعب يعني طبعا كان منتخب قوي جدا. حصان اسود بالنسبه لك البطوله اللي فاتت كان مين حصان اسود؟ يعني ما مش عايز ولا ما كانش في منتخب طلع؟ لا ما كانش في زي بوركينا فاسو في البطوله اللي قبلها. يعني ما كانش في المنتخب اللي هو بتاع بوركينا فاسو اللي هو الحصان الاسود اللي ظهر. والبطوله دي خلي بالك برضو اتوقع عدم ظهور حصان اسود. ظهور حصان اسود زي ما بقول لك ايوه لان المنتخبات الكبيره كلها وصلت. يعني ما فيش منتخبات يعني احنا بوركينا مش بوركينا في المجموعه الجايه اللي انا عايز اسال فيها كابتن احمد كمال دي بقى انا بقول المجموعه دي من المجموعات اللي هي المجموعات برضو مش سهله هي الجزائر وانجولا وبوركينا فاسو. خليني اسال فيها كابتن احمد. كابتن احمد عايز اسال حضرتك شايف ازاي المجموعه دي وبالذات لو اي حد بيقرا المجموعه دي يقول لك جزائر واحد انجولا اثنين ولكن بوركينا فاسو البطوله اللي قبل اللي فاتت لما حطت رجليها كحصان اسود مكمله في نفس الطريق ان انا منتخب قوي وزي الكبار ولا انت شايف ان هو كانت بطوله وعدت؟ لا انا بتفق معاك يعني في دلوقتي الجزائر بوركينا فاسو 1-2 بالظبط وانجولا بعديهم انجولا يعني دلوقتي عندك الجزائر بوركينا فاسو بعد كده انجولا بعد كده موريتانيا في المجموعه دي. هي بوركينا فاسو طب 2019 كانت 2017 كانت حصان اسود اللي بعدها 2019 ما كانتش برضو بتأدي بالمستوى ما كانتش بالمستوى اللي هو اللي شفناه في 2017 بالظبط. هي العمليه هتكون بص ما بينها وما بين ما بين ما بين انجولا يعني العمليه بوركينا. هتبقى بالظبط يعني لا يعني بوركينا هتبقى ما بينها وما بين انجولا شويه لكن التاني بالظبط. لكن خد بالك احنا بنتكلم كل ده يعني برضو على الورق هل انت عندك احسن توالد كمان يعني في فرق كتير من بالزبط. اللي انت بتتكلم فيهم دول هيبقى احسن منتخبات ممكن فرق منتخب قوي جدا يصعد احسن تالت لظروف المجموعه يقابل فريق اول في وشه طبعا يبقى نهائي مبكر يعني ممكن تالت يكسب اول مجموعه ثانيه ده حقيقي يعني كل ده بنتكلم على الورق. يعني مثلا احنا بنتكلم في البطوله بتاعت الجزائر
لما الجزائر في البطوله اللي كانت اقيمت في مصر هنا، الجزائر كان هو الفرقه اللي حصلت البطوله وخدت البطوله. بعديها على طول الدوره اللي بعديها مفيش الجزائر مفيش. يعني المفروض انت الحاصد اخر حاجه اللقب وخلاص مصنف وخلاص بقى هو اللي سيطر على القاره الافريقيه، المفروض هو تاني بطوله على طول بيبقى اقوى المرشحين. هو اقوى المرشحين، هو كان فعلا كان مرشح على الورق مرشح، لكن على ارض الملعب وعلى الارض الواقع الجزائر كان بعيد خالص عن مستواه. احنا كل اللي بنتكلم عليه ده كله اجتهادات شخصيه. احنا بنتكلم على الورق، احنا بنتكلم على التاريخ، اللي احنا بنتكلم على الفرق الكبيره كابتن سعيد هي المرشحه يعني بالخبره بتاعتها بلاعبتها باسمها. لكن احنا نتكلم على ارض الواقع، لا، في ممكن فرق انت ما تضمنش الفرقه دي، بالذات لما احنا قلنا الكوره في افريقيا تطورت بشكل كبير وملحوظ. لا، ممكن فرق صغيره ممكن تحرق فرق كبيره جدا سهل جدا. فمش المجموعه دي ممكن فيها الكلام ده ولا موريتانيا بعيد كل البعد؟ يعني احنا موريتانيا بعيد، خلينا متفقين ما تلعبش هتعادل عطل الفرقه. يعني لا، موريتانيا يعني نسبيا بعيد. هو القصه كلها هتبقى في الجزائر وتبقى في بوركينا فاسو وهتبقى في انجولا. تمام كابتن سعيد، المجموعه الخامسه ويمكن حضرتك قلت عليها برضه، انا بعتبرها دي اقوى مجموعه من اقوى المجموعات. تونس، ناميبيا، مالي، جنوب افريقيا. ويمكن اللي يسمعها يقول يعني نقول تونس جنوب افريقيا، ولكن لا، مالي منتخب، مالي لا، مالي من المنتخبات اللي عنده كمان ميزه ان هو بيمتاز باللعيبه اللي عنده اللي هم طوال القامه. مالي وعنده عدد كبير من المحترفين في الدوريات الاوروبيه. مالي فمالي لا، مالي منتخب، وخلي بالك مالي مش عايز اقول ممكن يبقى مفاجاه، يعني منتخب مالي لا، مالي ممكن تلاقيه في وقت من الاوقات بيلعب نهائي. منتخب مالي عنده مجموعه من المحترفين عدد كبير. فانا بقول ان مالي وتونس هم الاقرب في الصعود وجهه نظري. يدخل معاهم جنوب افريقيا، لكن ناميبيا طبعا اكيد ناميبيا بعيد، ده رابع. هي هتبقى القصه كلها. وخلي بالك مش عايز اقول لك يعني تونس وارد يحصل مفاجاه في الدور الاول، لانها فرقه مش يعني منتخب تونس دلوقتي مش حالته اللي نعرفها، مع ان خلي بالك تونس عنده سكواد لعيبه جامد جدا. تونس عنده سكواد جامد، عنده لعيبه كتير محترفين وعنده لعيبه كويسه. ولكن اداؤه الفتره اللي فاتت في المباريات الوديه مش ده منتخب تونس اللي يديك الايحاء ان هو داخل بطوله افريقيا ياخد البطوله. طيب خلينا متفقين على شايف ان ناميبيا مستحيل تعمل حاجه؟ لا، ناميبيا مش مستحيل، لا صعب، يعني ما فيش مستحيل في الكوره. خلينا افكر حضرتك بحاجه. 2019 بنين لعبت المغرب وخرجت المغرب بركلات الترجيح، وقعدت بلغه الكوره متنحين في المباراه وخرجوهم بضربات الترجيح ولعبوا السنغال وخسروا بصعوبه من السنغال. وكان بنين ساعتها برضو من الحصان ده، كان ده كان في الوقت ده بنين كان هو قلنا عليه الحصان 2019. فشايف ان يعني احنا المجموعه اللي قبلها لما قلنا موريتانيا والمجموعه دي ناميبيا، شايفين ان الفرقتين دول لا لا المنتخبين دول مش هي يعني بعاد بشكل يعني بنسب يعني ما يجيش منهم اي حاجه. لا لا لا، وخلي بالك تونس كمان انا من المنتخبات اللي بحب قوي اتفرج عليها. يعني انا ببقى بتيجي تونس مثلا تلعب، يعني بغض النظر ان هو منتخب عربي، يعني تونس والمغرب والجزائر او السودان مثلا، دول لازم اشجعهم. لكن انا بشجعهم طبعا عرب، لكن انا بحب اتفرج على تونس. تونس كرتها جميله، يعني تونس دايما قريبه قوي مننا. اكبر منتخب قريب مننا في طريقه لعبه هم التوانسه. لذلك لما بتلاقي مثلا عندنا علي معلول مثلا بيبقى عندنا فرجاني، عندنا سيف الدين الجزيري، علي معلول، اللعيبه دي كلها تحس ان هم مصريين، ما تحسش ان هم يعني محترفين. فتونس انا منتخب احب اتفرج عليه قوي بصراحه. يعني وصلوا نهائي السنغال في مصر قبل نهائي مع السنغال في مصر هنا. السنغال فاز عليهم في النهائي، ويمكن كان فيه يعني مسانده لجمهور الزمالك بيدعم لفرجاني ساسي في هذه البطوله. طيب كابتن احمد، خليني اكلمك عن المجموعه السادسه والاخيره، مغرب، تنزانيا، كونغو، ديمقراطيه زامبيا، وهي المجموعه الاسهل نسبيا للمغرب. المغرب 9 بالظبط نقاط الى الدور اللي بعده. هي بص، هي على الورق، على الورق المغرب هي المتصدره المشهد في المجموعه. طب انا نسيت اسال كابتن سعيد ترتيب المجموعه قبل ما ترتيب المجموعه الخامسه. المركز الاول يعني المركز ورقه وقلم، مش تمنيات، تونس مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا. حتى بعد المستويات القويه اللي بتقدمها جنوب افريقيا حتى على مستوى الانديه، سان داونز متربع عرش القاره الفتره دي. لا ما تحكمش من الفرق على المنتخبات، ما تحكمش من الفرق، بس 10 لعيبه من سان داونز في المنتخب برضه يديهم افضليه وكل حاجه. بس انا يعني انا توقعاتي
ونبقى نشوف بعد كده لما نيجي حلقه ثانيه نشوف كلامي صح ولا غلط. هو توقعاتها هتبقى تونس، مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا. مالي، جنوب افريقيا، بس انا ما قلتلكش ان جنوب افريقيا مش هيصعد. انا قلت لك ايه؟ قلت لك الثلاث وارد تونس ما تصعدش، يعني يعني لو عاملها وارد حد منهم يصعد وارد ثالث. بس انا في المجموعه دي انا عكس، انا في المجموعه دي انا شايف ان جنوب افريقيا هتعمل مفاجاه. انا شايف جنوب افريقيا اول المجموعه دي بالظبط، يعني انا شايف مجموعه جنوب افريقيا هتعمل مفاجاه. انا بقول تونس ومالي هم يعني الاقرب اول وثاني. انا شايف ان جنوب افريقيا مالي ممكن ممكن 1-2. اعذرني يعني تونس بره؟ شايف كده. انا ازعل والله على انا ازعل، بس انا شايف كده يعني. اكيد بنتمنى للدول العربيه ان هي تكمل لابعد نقطه طبعًا، ولكن مش على حسابنا بالتاكيد. اكيد طبعا. مجموعه السادسه كابتن احمد، مغرب، تنزانيا، كونغو الديمقراطيه، زامبيا، واسف لو قطعتك. لا 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 طبعا مفيش. يعني هي اللي بتصدر المشهد في المجموعه السادسه هي طبعا المغرب، والمغرب بغض النظر ان هي ممكن تحتل اول المجموعه، هي اصلا قوي. مرشح كده كده اوريدي، ورابع كاس العالم مفاجاه كبيره. لا 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 مرشح للبطوله ومرشح قوي بالمستوى كمان اللي هو الرائع اللي حصل لكابتن سعيد في كاس العالم. طبعا ابهروا العالم كله، مش يعني كانوا شرف بجد للكره العربيه والكره الافريقيه. بس يا كابتن نلف ونرجع ونلاقي بطوله واحده افريقيه، ما هي دي برضو بتبقى علامه استفهام كبيره جدا. بطوله واحده افريقيه بس احنا بنتكلم في ايه؟ انت كل فتره وكابتن سعيد بيجي، بس صعد كاس عالم، بيجي صعد كاس عالم، بيجي صعد كاس عالم كتير. بيجي أيوة. بيجي جيل، بيجي جيل ممكن بيغير واجهه الكوره كلها في البلد. وشرفونا، شرفوا العرب في كاس 86 العالم. لو كاس العالم اللي فات الاخير رابع العالم تقريبا هي الاعلى في افريقيا. انا بتكلم على فريق عربي طبعا. انا بتكلم في الفتره دي. انت مينا بتقول ايه؟ ان هم خدوا في جعبتهم بطوله واحده من بطولات افريقيا. ده مش مقياس او مش دليل ان المغرب بعد اللي شفناه والتطور الكبير جدا اللي شفناه من منتخب المغرب في كاس العالم والاداء المشرف اللي عملوه ورفعوا راسنا كلنا كعرب او افريقيا والكلام ده كله، ان احنا ما نقولش ان هم لا ده هم واخدين بطوله واحده والكلام ده. لا، زي ما انا بتكلم معاك كل فتره كده بتيجي مجموعه. يعني مثلا زي المجموعه اللي كانت مع الكابتن حسن لما كنا موجودين 2006 2008 2010 مش هتتكرر. انت ثلاث بطولات ثلاث كرات كسبت ايطاليا والبرازيل كان وحش، ماتش كان رايح جاي يعني عملت يعني قصدي انت عملت كان في جيل جالك كان جيل يعني مش عايز اقول لك انت ما تعرفش كان مين هيبتدي ومين هيلعب ومين جوه ومين بره. الجيل كله كان جامد، 27 لعيب جاهزين كاملين. عندك ثلاث فرق مش فرقتين، ثلاث فرق. فبتكلم في انت دلوقتي الجيل بتاع المغرب يا كابتن سعيد لا عنده المقاومات وعنده مدير فني وطني شاب، الجماهير ومدياله سبورت هناك بشكل كبير، الاداره هناك في المغرب واتحاد الكوره مدياله سبورت بشكل كبير جدا، كل المقومات. انت حتى لو تلاحظ الكوره المغربيه اصلا شكلها اتطور بشكل غير طبيعي. يعني عندهم دلوقتي الكوره المغربيه عندهم بيأدوا اداء الفرق بتاعتهم البيضاوي والرضا فعندهم منظومه، المنظومه شغاله صح، فبالتالي المنظومه شغاله صح فبالتالي عايده اوريدي على المنتخب وهم عندهم كمان كميه محترفين، عدد محترفين كويسين وعندهم القماشه اللي ممكن يقدروا يطلعوا منها الكلام ده. فهم عندهم دلوقتي حاليا المغرب عندهم جيل قوي جدا. فبالنسبه لي المغرب دلوقتي هتبقى طبعا اول المجموعه متصدره المشهد، بجانب ان هي كده كده اوريدي عندها ان هي بتلعب على اللقب بتاع البطوله. يعني في الحقيقه هم شرفونا، يعني شفنا في بطوله كاس العالم الاخيره الناس على القهاوي في الشارع كانت قاعده مستنيه المغرب وبتشجع المغرب. كلنا كنا بنشجع المغرب، كلنا طبعا طبعا طبعا. ويمكن هنا كنا ساعتها عاملين برنامج لكاس العالم، كنا ازاي مبهورين بمنتخب المغرب واللي كان بيعمله، وقلنا كل الدول العربيه والافريقيه تاخد المغرب وطريقتها في انه بنايه كيان كروي بالظبط قوي على الفتره اللي فاتت كلها نبني من عليه. وساعتها وصل بينا الحال ان احنا نقول حلم كاس العالم قريب، مش خلاص قريب. خطوه انت توب فور، وكان خطوه لو كانت مشيت معاك، ولكن برضو بيبقى فيه هيبه للمنتخبات حاجه كويسه الافريقيه وكمان والعربية. وبتزود كمان يعني احنا قبل كده لو نفتكر كان فريقين بس اللي بيصعدوا بيلعبوا في كاس العالم لغايه 86. كل ما فريق يصعد بتزود ال 86 انا اتفرجت انا الكاس العالم انا حضرت 82 و86 يعني بدايتي كانت 82 تمام حضرتك. ال 86 اتفرجت على المغرب برضو اما لعب المغرب كسب البرتغال 3-1 تيمومي وبودربالة، وكان جيل طبعا يمكن انت ما حضرتوش كان منتخب قوي جدا وظلمي والزاكي حارس المرمى كان حارس من افضل حراس مرمى في افريقيا. فالمغرب تاريخه مشرف في كاس العالم. يعني في 86 بعد 86 تقريبا زاد العدد من منتخبين لثلاث منتخبات لما صعدنا احنا في 90. فوجود اي منتخب عربي او افريقي بي بيوصل بي 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 يعني كل كاس عالم كنت تلاقي
العدد بيزيد دلوقتي. احنا عندنا المنتخبات دلوقتي المشاركه في كاس العالم تقريبا 6 حاجه زي كده، اللي هو قاره افريقيا بعد ما وصلنا للسيمي فاينل. يعني فدي ميزه طبعا، ودي حاجه كويسه جدا. زي ما قال كابتن احمد، منتخب المغرب هو المنتخب المرشح القوي جدا للفوز بالبطوله. فهتيجي تقول لي بقى في الست مجموعات مين المرشحين مثلا، المنتخبات القويه المرشحه للبطوله؟ هقول لك كوت ديفوار ساحل العاج من طب يرتب المجموعه الاخيره؟ ماشي اتفضل. المجموعه السادسه كابتن احمد، المغرب تنزانيا، المغرب 1، المغرب الكونغو الديمقراطيه 2، زامبيا تنزانيا 3، زامبيا 4، تنزانيا. ماشي كابتن سعيد، كنت بتقول الفرق المرشحه في كل مجموعه، تقريبا هيبقى اول تاني من كل مجموعه، بس انت تختار واحد اللي هو يعني هتكلم في المجموعه الاولى مثلا كوت ديفوار، نيجيريا لا، وغينيا بيساو طبعا، وغينيا السوية لا، لا لا، المجموعه الثانيه طبعا مصر. مصر انا ما بختارش الاول، انا ممكن الثاني اختاره. المجموعه الثالثه السنغال، تمام. المجموعه الرابعه، الرابعه بقول الجزائر، برضو بقول منتخب قوي طبعا. مين اللي يوصل فاينل؟ الجزائر. الجزائر، ما بقولك الجزائر. طيب عندك تونس، انت بتقول ان في جنوب افريقيا قوي جدا وفي مالي. لا بس انا ما بقولش ان جنوب افريقيا يوصل فاينل او مرشح، لا انا بقول تونس عنده منتخب، عنده خبرات وعنده لعيبه عندها خبرات تقدر تلعب نهائي. بالظبط، تقدر توصل بطوله. حتى لو هو خلي بالك في منتخبات او في فرق لما بتيجي مثلا قبل انطلاق بطوله معينه تلاقي الكيرف نازل، يجي في البطوله تلاقي حاجه ثانيه. لا مش شرط، مش شرط طبعا. مش فتونس انا بقول لك تونس ممكن يبقى من المنتخبات اللي هي المرشحه للفوز، فهختار تونس. والاخيره طبعا المغرب. انا طبعاً. انا بغض النظر ان ده اول او انا بقول المنتخبات اللي وجهه نظر انا. طب ممكن تقول لي بقى اختار ثلاث منتخبات. اقول لك مين ثلاث منتخبات اللي ممكن يبقوا مرشحين قوي بالفوز بالبطوله. هقول لك المغرب، اقول لك حط واحد مصر طبعا. مصر ما انا بقول لك اهو، المغرب ومصر وكوت ديفوار. خلينا نقولها مصر والمغرب وكوت ديفوار. مصر ماشي، انا من باب التفاؤل ان شاء الله، نتمنى ان مصر بس طبعا. ان شاء الله مصر بس. هقول لك طب اسالك بقى، بما انك بتتكلم عن مصر فانا اكلمك عن مجموعه مصر بدون الحديث عن مباراه غدا. المجموعه الثانيه مصر موزمبيق غانا الراس الاخضر، ووجهه نظرك الفنيه في هذه المجموعه. هي مجموعه انا شايفها مجموعه مش صعبه لمنتخبنا. لا مش صعبه يعني مقارنه بالمجموعات الثانيه، لا هي مجموعه كويسه. انت مرشح رقم واحد. غانا اسم كبير في الكره الافريقيه، ولكن كان وليس الان. غانا كان وليس الان. اللي بيدي افضليه شويه لغانا ان هو عنده عدد، غانا من الدول المصدره للاحتراف الاوروبي بشكل كبير. غانا يعني غانا دايما ربع عين على غانا من زمان، من بدايه التسعينات. انا حضرت جيان يسموها يعني، ده بدايتي مع التسعينات. لما التسعينات كمان انا بدايتي مع بدايتي انا مع غانا كان جيان يسموها يعني. طبعا مطلع لعيبه وعابد بليه بقى وحاجات طبعا يعني لعيبه يعني مش العدد كبير جدا. غانا فعندها برضو عدد كبير محترفين، ولكن المنتخب تحس ان اللعيبه مهتمه قوي بالانديه، مش مهتمه بوجودها مع المنتخب. يعني في منتخبات تلاقي زي المغرب مثلا، المغرب تلاقي كل اللعيبه المحترفه او محترفين، او زي عندنا في مصر لا مع المنتخب بيبقوا حاجه ثانيه، يعني بيبقى البوم قوي على المنتخب. نفس الكلام تونس، المنتخبات العربيه غير اللي هي مثلا منتخب زي غانا عنده لعيبه كتير كويسه ومتوزعه في اوروبا، ولكن تيجي تبص على المنتخب تحس ان المنتخب مش متجانس، مع انه عنده سكواد وعنده لعيبه كويسه. ف بتحس ان هم مش مهتمين قوي بمنتخب بلادهم، مهتم كل واحد مهتم بنفسه كلاعب محترف. فده بالنسبه لغانا. غانا ليس كما كان منتخب غانا. فانا بتكلم ان مصر ان شاء الله باذن الله يصعد اول باذن الله. مباراه بكره البدايه هتفرق معايا زي ما قال كابتن احمد كمال، اداء ونتيجه. اداء ونتيجه وتديني دفعه قويه جدا، الدفعه القويه وفوز، وتدي ثقه للعيبه وللجهاز الفني وللجمهور وكل المنظومه ان احنا ان شاء الله باذن الله لا بادئين بدايه. وتدي كمان جرس انذار لكل المنتخبات، خلي بالك منتخب مصر قادم، فتلاقي كله بيترعش. ليه؟ مصر اسم كبير مرشح بقوه الفوز بالبطوله، بدايته وفوزه في اللقاء على منتخب موزمبيق هيديله دفعه قويه جدا ان شاء الله باذن الله. ان هو ربنا يكرمه المباراه الثانيه هتبقى مع غانا. وكنت بتكلم انا مع كابتن احمد كمال في قبل وانت على الهوا قبل ما ندخل مع على الهوا، فقال لي حاجه كويسه جدا ان هو مبسوط ان تاني مباراه مع منتخب غانا، لان انا عايز العب المباراه دي، عايز يبقى ليا هدف فيها، ما جيش اكسب المباراتين اللي هو اكسب واصعد واجي العب غانا مثلا اخسر اصعد تاني. انا هلعب غانا ان شاء الله اكسب بالزبط. عشان اخد مركز اول، عشان بعد كده في الدور اللي هو اللي بعد كده ان شاء الله العب مع
منتخب اقل، ما جيش انا اكسب المباراتين اجي العب منتخب غانا اروح اخسر اصعد تاني، يبقى انا مثلا يبقى كده هلاعب الاول من المجموعه الثانيه هيبقى في منتخب قوي، فده لازم برضو وانا بكسب ابص ان انا ترتيب بتاعي طبعا ترتيب بتاعي عشان اقدر هلاعب انهي منتخب برضو، لان خلي بالك في منتخبات كده هتضرب في بعض وانت هتمشي كده في طريقك، فانت برضو عايزهم هم يخبطوا في بعض. ولكن لو على ذكر المباريات او البدايات القويه، ولكن دايما لما حد بيتكلم معايا يقول لي البدايات القويه مهمه وانك تكسب وتفرض سيطرتك، بفتكر كاس العالم والارجنتين وخساره غير متوقعه امام منتخب السعوديه. انا هعلق على النقطه دي معلش. لا لا كابتن اتفضل. ودي دي بالنسبه لي طب انا هقول لك على حاجه. انا المباراه دي بعد المباراه السعوديه كسبت الارجنتين في المباراه الاجمل طبعا في تاريخ كاس العالم بالنسبه لي، وكنت مبسوط انبساط غير طبيعي وفي نفس الوقت زعلان على ميسي. انا عارف افتكرت مباراه مين؟ مباراه ايه؟ ايه؟ افتكرت نفس السيناريو الكاميرون والارجنتين سنه 90. الكاميرون والارجنتين اتغلبت 1-0 بجون اومامبيك اللي هو طلع وحط اومامبيك تقريبا طلع وحطها بدماغه، قال لك اعلى جامب في تاريخ كره القدم المصريه، وكانوا ب 10 لاعبين. الكاميرون كسبت الارجنتين في المباراه كانت تقريبا كان الافتتاح. الارجنتين لعبت نهائي مع المانيا، مارادونا مع المانيا كسبت بهدف بريما من ركله جزاء. ركله جزاء نفس الباك ليفت. ده باك ليفت برافو عليك. 3 ومارادونا قعد يعيط وانا قعدت اعيط في بالليل لان كنت بص بعشق مارادونا، فقعد يعيط وهو واقف يعيط وبيستلم طبعا المركز الثاني، فانا قعدت اعيط يعني مباراه لن انساها. في البطوله دي الكاميرون خسرت في الافتتاح امام الارجنتين، حتى لو تفتكر مارادونا قعد ينطق ويعلي الكوره او يعمل حاجات كده غريبه. نفس السيناريو حصل في البطوله اللي فاتت لما السعوديه كسبت الارجنتين. ساعتها ما بقتش عارف افرح ولا ازعل. لا برافو عليك. انا مش هفرح، انا بعشق الارجنتين وانا بحب الارجنتين والبرازيل. ليفل عالي بس نفس الوقت السعوديه يا جماعه مفيش هزار، يعني السعوديه بتلعب هشجع. انا بحب الارجنتين والبرازيل يعني ما بشجعش ايطاليا، ما بشجعش فرنسا، انا ليا كده منتخبات كده. المانيا كنت بشجع يمكن عشان كان الالماني بيلبس ابيض فكنت بحب المانيا. بعد المباراه دي كنت قاعد مع ولادي في البيت فقلت لعبد الرحمن، قلت له خلي بالك عبد الرحمن وافتكر كلامي، قلت له الارجنتين هتلعب نهائي بعد ماتش السعوديه، قلت له الارجنتين دي هتلعب نهائي. يعني قلتش انها تاخد البطوله. انا عمري ما انا استبعدت ان كانت المباراه اللي بعدها كانت صعبه، كانت المكسيك وكانت لازم تكسب، والموضوع كانت المكسيك صح تقريبا المباراه الثانيه. ولكن خلينا في افريقيا كابتن احمد كمال، بكره مباراه عايزين نتكلم عليها باستفاضه ولكن نجيبها من البدايه، والنهارده المؤتمر الصحفي وتصريحات روي فيتوريا وكابتن مصطفى محمد وتاكيدهم ان المنتخب رايح ينافس على البطوله. ولكن استاذن حضرتك استاذن الساده المشاهدين فاصل سريع جدا ونرجع حته كده سسبنس، استنونا وقت في اي حته. اهلا بحضراتكم من جديد وكابتن احمد، قبل الفاصل كنا عملنا حته سسبنس كده وكنت بسال حضرتك شايف ازاي مباراه بكره وبالبدايه من عند المؤتمر الصحفي وكلام روي فيتوريا ومصطفى محمد عن المباراه. يعني انا شايف طبعا من بدايه من مستر فيتوريا وكلام مصطفى محمد كلام محترم وكلام مهم، بيبين قدر وثقه المنتخب مصر في القاره الافريقيه. كل الانظار على منتخب مصر وعلى اللعيبه بتاعت منتخب مصر المحترفين واولهم محمد صلاح، بيدي دفعه قويه للعيبه وللمنتخب وثقه لاسم منتخب مصر بوجود محمد صلاح لعيب عالمي وبيلعب في فريق عالمي. طيب اسمحوا لي بالاشتراك مع بعض كده، نحط تشكيل المتوقع لمباراة غدا، واكيد كلنا نتكلم في مركز مركز ولكن كلنا متفقين في حراسة المرمى الشناوي. الشناوي كامل الخطة، حضرتك شايف كابتن سعيد يلعب بكام بكره؟ انا بس معلش قبل ما ادخل هتكلم على التشكيل بس برضه حاجة بتخص المباراة، ان منتخب موزمبيق خلي بالك بكره هيلعب وسط حشد تشجيع من الكوت ديفوار زي ما حضرتك قلت بالتبعيه انه الفريق الضعيف هنلاقي فيه يعني انت كوت ديفوار دلوقتي بتلعب على البطوله صح العاد، كل همه ان مصر تخرج منتخبات قويه جدا يعني. ان هنتكلم بقى احنا مش ما بنجاملش، احنا بنقول الحقيقه اللي هتحصل. ده حقيقي اللي هتشوفه بكره في الملعب ايه؟ ان الجمهور ساحل العاج هتلاقيه بيشجع منتخب موزمبيق وهيديله دفعه وهيشجع كاب فيردي في مباراته مع غانا. اكيد كل المنتخبات القويه هو عايز يوقعها. طيب هيبقى في حضور جماهيري كتير كمان عشان محمد صلاح. طبعا دي حاجه احنا كمان يا كابتن سعيد انا اسف ان انا قطعت حضرتك، اما عندهم اثنين لعيبه مهمين جدا في موزمبيق بكره مش هيلعبوا. في لعيب عندهم كان موقوف بالتالي بيكمل الوقفه بتاعه في اول مباراه. حلو جميل. وعندهم لعيب تاني اتعور في المعسكر ولعيب مهم ولعيب مهم، فعندهم اثنين لعيبه مش هيلعبوا.
هي بس النقطة اللي كتر بقى من معلوماتك دي عشان هي النقطة المهمة اللي هي نقطة الجمهور ان هو هيبقى ضدك بكرة في التشجيع في كل الماتشات. شايف بكرة يلعب بخطة كام؟ الطريقة يعني؟ طريقة اللعب. هو الطريقة انا ما بحبش دايما ان انا يعني المدير الفني اللي هو يحب يألف ويفتي على الفاضي، انا بلعب بطريقتي اللي هي أربعة وبيلعب بواحد بيلعب بواحد ست رقم ستة وبيلعب باثنين ثمانية قدامه ثلاثة يعني 4-3-3 فهو التشكيل دي الطريقة الطبيعية اللي بيلعب بيها. التشكيل المتوقع اللي هيلعب هو نفس التشكيل بتاع آخر مباراة باستثناء الشناوي مكان محمد صبحي برضه عشان نقول الناس اللي تقول لك احنا مش عارفين التشكيل مين اللي لعب، هقول له التشكيل. طيب نبدا مركز مركز. باك الشناوي باك ليفت هيبقى فتوح. كابتن احمد فتوح. طيب قلبين دفاع حجازي وعبد المنعم برضه حجازي وعبد المنعم متفقين. باك رايت وهنا بقى تيجي الكلام اللي هو باك رايت عمر كمال اساسي هيلعب عمر كمال عبد محمد هاني لا لا هيلعب عمر كمال لان المباراه خلي بالك دي بص انا ممكن العب محمد هاني في لو بلاعب منتخب قوي جدا غانا يعني غانا كوت ديفوار ما لو غانا مثلا بس الراجل ده ما بيغيرش تشكيلته ما بيغيرش اول او ثاني يعني لو لعب بعمر كمال هيبدا انا بكره لازم عندي الناس اللي عندها ناس على الهجوميه فتوح عمر كمال ان ابتدي ازيد وابقى عايز مفتاح لعب ان انا اجيب اجوال واكسب فعمر كمال عبد الواحد اثنين كابتن احمد شايف عمر كمال كده خط الدفاع وحارس المرمى متفقين الثلاثه اللي في نص الملعب الثلاثه في نص الملعب هيبقى انا كنت بقول ممكن يدخل حمدي فتحي ست بس كابتن احمد مختلف معايا في دي انا بقول يعني ممكن لكن هو المفروض بيلعب زي ما بقول هيبقى النني مروان عطيه والثالث امام عاشور انا كنت بقول ممكن يدخل حمدي فتحي طيب بكره كابتن احمد لا انا مختلف يعني انا بتكلم هو في الطبيعي هو لعب اخر مباراه لعب نمره 6 وبيلعب بطريقه 4-3-3 بيلعب مثبت مروان عطيه وبيلعب الاثنين مركز 8 ده على الورق لكن في الملعب بتبقى حاجه مختلفه جدا بيلاعب النني وبيلاعب امام عاشور انا من وجهه نظري انا يعني كمدير فني او بالنسبه لي انا كمدير فني مش مستر روي فوتوري طبعا انا بالنسبه لي هو بيلاعب النني اكنك بتلعب 4-2-3-1 ان هو بيلاعب النني جنب مروان عطيه في معظم الاوقات لو انت تلاحظ بتلاقي النني من طبيعه لعبه ان هو كابتن سعيد بينزل جامد عشان يستلم السردباكات من حجازي او من عبد المنعم فبالتالي بيغطي برضو على ادوار بتاعه مروان عطيه فبالتالي بنلعب اثنين حضرتك شايف بكره يبدا بمين انا من وجهه نظري ان هو بغض النظر عن كده انا من وجهه نظري ان هو يلعب مروان عطيه ويلعب 2-8 يلعب زيزو ويلعب امام عاشور انا بقى بصراحه انا كنت هقول كده بس انا عندي انا شايف انه 6 مروان عطيه وزيزو والنني دي وجهه نظري وشايف ان الراجل قريب لك انني لا بديل عنه في الملعب والراجل هيلعب النني يعني هيلعب هو انا مش بتكلم هو هيلعبه بس لا انا اصلا هيبدا بيه بكره يعني هيبدا بكره اساسا هيبدا بيه وانا شايف الراجل غير طريقه لعبه عشان تفوق احمد سيد زيزو هو مش عايز يخسر برضو النزعه الهجوميه بتاعه سيد احمد سيد زيزو هو احمد سيد زيزو لما بيدخل في قلب الملعب خلي بالك برضو احمد سيد زيزو يعني خطورته كلها بتبقى على الخطوط هو هيلعبه على الخط انا بس فاهم بس هو لازم يلعب انا بتكلم يعني هو عايز يستغل كل قدامهم طبعا احنا عارفين بالظبط صلاح ومصطفى محمد والناحيه الشمال انا لما اتكلم معاكم هو هيبدا بيه لا تريزيجيه لا انا لما استفيد منه لا 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 تريزيجيه طبعا لا تريزيجيه لا بس هو مقتنع بمرموش لا 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 مرموش ورا رابحه مباراه بايرن ميونخ انا مش هحرق اسيست وهدف لا 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 تريزيجيه طبعا بص يا مينا انا كمدير فني برضو انا خلي بالك انا عندي البديل دلوقتي في الكره الحديثه دلوقتي البديل دلوقتي هو اللي بينزل يكسبني انا المفروض ما احرقش كل مفاتيح لعبي كده انا عندي لازم يبقى عندي مفاتيح لعبه بره تكسبني يعني انا لو زيزو ما بداش عندي زيزو يشتغل وبعدين انا بعتب على روي فيتوريا في حاجه ان هو محمد صلاح لما بينزل الملعب ما بيخرجوش خالص لا انا في وقت لازم اخرجه لازم العب زيزو في المكان بتاعه ليه افترض محمد صلاح اصيب او حاجه يبقى انا عندي مش عايز اقول ان محمد زيزو بديل محمد صلاح طبعا حتى لو زيزو بديله نجم كبير جدا ونجم عالمي فدي حاجه ما تعبش زيزو لكن زيزو لعيب مهم جدا عندي عايز استفيد بيه انا وجهه نظري الشخصيه ممكن اختلف معاكم اذا ما كنتش انا بستفيد بزيزو في مركزه الاصلي اللي هو بيوجد فيه ما لعبوش اذا ما كنتش استفيد ممكن يخطف في يمين شويه ناحيه اليمين بس انا عايز اقول لحضرتك يعني انا بعض الاحيان لو صلاح دخل عمق وزيزو يمين هي مرسومه يعني تمام انا بس عشان طبعا انت عارف برضه انت برضه في بعض الاوقات لو وقفنا الثلاثه جنب بعض مش مثلث مقلوب في بعض الاوقات زيزو على اليمين تمام في بعض الاوقات بس هتخنق محمد صلاح في بعض الاوقات انت ممكن اصلا تغير طريقه اللعب بتلعب 4-4-2 دي بقى انت بتدخل
بتدخل بشكل غير مباشر زيزو فتح وبتلاقي محمد صلاح دخل لعب مثلا تحت مصطفى محمد والناحيه الثانيه تريزيجيه هي دي كل ده دي مرونه عندك في التشكيل. انا بتكلم ان زيزو انت كده كده لما زيزو لما بينزله امينه بيلعبوا ايه الشوط الثاني لا في نص الملعب ما بيلعبوش برضه ما بيلعبوش طرف فانت كده كده لو انا ما استغلتش النواحي النفسيه والايجابيه بتاعه زيزو ان انا اخليه يبتدي هو نازل يا كابتن وهو نازل انا لازم العب 2-8 تبديلته كانت فين؟ هو ما خرجش صلاح لكن انا اسف برضه ان انا قطعتك انا لو ما بلعب النني مثلا هلعبه 8 النني ما عندوش النواحي الهجوميه ان هو يقدر يروح هو النني ثابت في نص الملعب انا لو مكان المدير الفني مش هلعب النني انت واخد بالك ازاي انا عايز صراحة. اتنين عايز اتنين تمانية بيروحوا عندهم النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه بيلعب في ارسنال بريمير ليج ممكن احتاجه في ماتش انا ماتش بكره مش هحتاج في النني قوي ده ما يعيبش في النني اللي النني كويس جدا بس انا بتكلم في ثاني قوي انا بتكلم في ايه انا بتكلم في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها الراجل هي مش متناسبه مع ان هو النني يبقى متواجد لكن النني اللي يلعب لو انا بلعب 4-2-3-1 الراجل كان بيلعب معلش انا بقاطعكم الراجل كان بيلعب ب2-6 في ماتش تنزانيا مروان عطيه والنني ولما زيزو نزل نزل معاهم قدامهم دي برده مش ممكن مكان امام لا هو على الورق بيلعب ما انا بقول لك هو على الورق حاجه بيلعب 4-3-3 تمام هو على الورق بيلعب مثبت مروان عطيه رقم 6 كابتن سعيد 2-8 قدام 2-8 النني وامام عاشور النني ما بيلعبش 8 لكن النني ما بيلعبش 8 فاضطر النني بيعمل ايه بينزل ياخد الادوار الادوار خلاص يبقى انا لو هلعب بقى احط زيزو مكان النني انت فاهم ازاي هي الطريقه بس يبقى جنبه امام قصدك يبقى جنب امام طبعا الطريقه هي مش خدمه النني مش عايز النني وشمال امام وتحتهم في مباراه بكره لكن لو ماتش تاني لو بلعب كوت ديفوار بلعب غانا لا ما ممكن اخلي بالي العب ب2-6 رقم 6 وخبره شويه كمان صح كده لكن انا بكره انا طمعان في المباراه العب بالنزعه بقول لك ايه بقول لك عمر عكمال عبد الواحد فتوح زيزو مثلا لو بدا لو قدر ان هو يغير الطريقه لكن احنا في فرق ان احنا بنقول المفروض يعمل ايه وهو لكن هو هيعمل ايه؟ المفروض العب واحد بس رقم 6 والعب باثنين. طب الاثنين دول مين؟ وجهه نظر لو هتسالني اقول لك ماشي العب زيزو وامام عاشور. تمام. ليه؟ عندهم النزعه الهجوميه. يبقى اثنين لان انا عايز اكسب بكره، لكن لو بلعب منتخب قوي لا العب ب2-6 ممكن احط النني في الماتش ده. احطه يبقى هو مثلا ومروان عطيه والعب واحد بس رقم 8. طيب يمكن في المباريات اللي زي دي لازم تسجل هدف مبكر وما تستعجلش ولكن في سؤال قولا واحدا عشان نقفل موضوع كاس الامم معانا كام دقيقه نتكلم فيهم عن الزمالك حضرتك كابتن احمد شايف مين في منتخب مصر هيكون اكتشاف بطوله كاس الامم لاعب هو ده الاكتشاف انت عندك اللعيبه كلها يعني اللعيبه كلها لعيبه بس كل بطوله كده تلاقي لعيب طلع نجمه كان عالي فشايف مين فبطولة الأمم دي لعيب هيبقى نجمه ساطع في هذه البطولة. يعني طبعا بخلاف محمد صلاح ان محمد صلاح أيقونة للفريق وطبعا طبعا عليه ضغط كبير وزي ما الكابتن سعيد قال انت حضرتك كنت بتتكلم تقول ان محمد صلاح ممكن في بعض الأوقات ممكن يخرجه. بس بعض من الأوقات يا كابتن سعيد وجود محمد صلاح حتى لو هو مش فايق محمد صلاح وجوده في الملعب بيدي رهبة للفرق. هو كده كده محمد صلاح نجم يعني بالزبط. انا بتكلم عن لعيب انا شايف يعني انا شايف لسه شهادة ميلاد بيعمل بيكتب انا بقول انا بقول عمر مرموش عمر مرموش توقعاتي لا انا شايف انا في البطولة دي انا بتهيألي انا تريزيجيه هو بيتكلم على بس حد لا لعيب جديد هو عايز حد زي ما ممكن عمر مرموش حد جديد يعني يعني ما حد جديد انت عندك ما كل اللعيبة كلها في الفلك بتاع الموجود بتاع المنتخب كلهم كل ما فيش حد جديد يعني يعني كلهم لعيبة ممكن قدام ممكن مروان عطيه برافو عليك اول مشاركه مروان عطيه انا بتكلم على اول مشاركه أيوة. اول قديم ممكن اقول زيزو ممكن اقول تريزيجيه اول مشاركه انا اتفق معاك مروان عطيه ان هو كمان ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي وماشي كويس في الفتره الاخرانيه مع وحاجز مكانه انت بتتكلم انت هتشيل مين هتحط حمدي فتحي هتحط زيزو هتحط النني لكن ده بتتكلم هو رقم واحد دلوقتي لا لعيب اساسي طبعا فممكن عايزين نتكلم عن معسكر الامارات لنادي الزمالك والفوائد منه يا كابتن سعيد شايف ازاي معسكر الامارات بطولتين وديتين يقدر فيهم نادي الزمالك يستعد بقوه نفصل شويه من كاس امم افريقيا لما بعد بطوله الامم مفيش شك انا وجهه نظري الشخصيه ان نادي الزمالك من اكتر الانديه او الفرق اللي استفادت من فتره توقف الدوري لان انت كنت محتاج الفتره دي بالنسبه لك انت للنتائج في الدوري مش على المستوى يعني خلينا متفقين ان نتائج نادي الزمالك في الدوري حتى الان مش على المستوى ترتيب بعيد جالك جهاز فني جديد كابتن معتمد جمال
وزي ما قلت في حلقتين قبل كده وانا هنا موجود في قناه الزمالك وما زلت مصمم على رايي ان معتمد جمال يكمل كمدير فني لنادي الزمالك. تمام. مفيش فرق بين المديرين الفنيين الاجانب اللي كانوا موجودين قبل كده والمدير الفني الحالي كابتن معتمد جمال ابن النادي واللي هيوفر عليا بالعمله الصعبه مبالغ كبيره جدا في ظل الازمه. بالعكس عامل نتائج كويسه باستثناء انا بقول لك مفيش يعني فرق. ايه الفروق اللي موجوده بينه وبين اوسيريو او بينه وبين اللي هو كان فريرة. موجود فريرة مفيش. فانا معتمد جمال يكمل خاصه ان انا في ظروف صعبه جدا وقلت الكلام ده فمش عايز اعيده واكرره تاني لكن انا بقول ان انا بايد ان هو استمراره. تمام. معسكر طبعا انت النتائج عندك الفتره اللي فاتت صعبه بعيده جدا فانت كنت محتاج حاجه زي كده ان يحصل تجانس اكتر مدير فني جديد جاي عايز يوصل فكره للعيبه لعيبه راجعه من الاصابه فانت برضو مشكله القيد عندك عندك مشكله انت ما عندكش سكواد عالي ففرصه ان المصابين يرجعوا الكلام ده كله الزمالك هو اكتر الانديه اللي استفادت من توقف مسابقه الدوري الممتاز. تمام كابتن احمد كمال وفي عجاله شايف انه المدارس اللي هتلعبها في البطولتين الوديتين هترجع هيبقى عندك فاينل كاس مصر مباراه ابو سليم الهامه جدا في المجموعات صنفك انك تصعد اول ان شاء الله طبعا. والدوري اللي ما ينفعش تخسر فيه نقطه شايف ازاي نرجع نبقى احسن من الاول. يعني انا بتفق معاك وبتفق مع كلام الكابتن سعيد ان اكتر فريق فعلا مستفاد في خلال التوقف ده هو نادي الزمالك. بتتكلم في عناصر شابه لسه طالعه جديد من تحت من قطاع الناشئين عندك قطاع الناشئين عنده مواهب لا حصر ليها ناس مميزه عملوا له عقود الفترات اللي فاتت دي مجلس الاداره عايز اتكلم على اتنين كويسين قوي برضه معلش بدون اقطع كلامك عندك احمد رفاعي المساك بالظبط 2003 وعندك السيد الغديري برضه لاعب الفريق 2003 دول من اللعيبه كويسه جدا اللي ان شاء الله نقدر نطلعهم اعرفهم نستفاد طبعا مواقف القيد ممكن زي ما الكابتن سعيد بيتكلم كده معظم الناشئين ممكن نقدر نستغلهم في الفتره الجايه كابتن معتمد جمال يقدر ان هو يبص عليهم اللعيبه الناشئين كمان زي ما احنا بنتكلم بيبقى عندهم الفرصه دي لو المدير الفني كمان وطني ومن ولاد النادي بيقدر ان هو يطلع ناشئين بصفه مستمره الفتره زي ما احنا بنتكلم فتره تجانس وفتره تعارف تاني ان اللعيبه تقدر تبقى تتجانس مع بعض بشكل كبير البطولتين الوديتين اللي احنا هنعملهم دول اكيد استفاده كبيره للاعيبه نادي الزمالك وللجهاز الفني ان هو يقدر يقف على ارض صلبه سواء النواحي السلبيه او النواحي الايجابيه طبعا. النواحي التكتيكيه النواحي الخططيه يقدر يرجع لعيبه اللي هي كانت بعيده ما بتاخدش فورمه المباريات وبالتالي كل الكلام ده اللعيبه المصابه اللعيبه اللي مش جاهزه اللعيبه الناشئين يقدر يدخلهم في فورمه المباريات وبالتالي زي ما انت بتتكلم امينه هيعود علينا طبعا اكيد بالنواحي الايجابيه في مباراه ابو في الكونفدراليه وسواء نهائي كاس مصر وبالتالي هيعود علينا في الدوري ان شاء الله. يمكن كلنا بنتمنى بالتاكيد لنادينا نادي الزمالك كل التوفيق الفتره الجايه والتاكيد ايضا على راس كل الامنيات امنياتنا بتوفيق لمنتخبنا الوطني في كاس افريقيا بكره ان شاء الله وبدايه المشوار البطوله المحببه لقلوبنا. كابتن احمد كمال نورتنا وشرفتنا في بيتك ومكانك. ربنا يخليك انا مبسوط ان انا موجود معاك كمان كابتن سعيد انبسطنا جدا بتحليل حضرتك ومبسوطين وحضرتك موجود في بيتك ومكانك. ربنا يخليك انا اللي طبعا بشكرك وبشكر طبعا كابتن احمد كمال وبتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر باذن الله. هنقول بقى النهارده في مباراتنا ان شاء الله امام منتخب موزمبيق كل التوفيق يا رب ان شاء الله وتحياتي لكل طبعا جمهور الزمالك اللي بيتابعنا ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين للاسف الوقت الحلو بيخلص بسرعه وخلصت حلقتنا ولكن بكره ان شاء الله او النهارده بقى بس بالليل الساعه 11 في نفس التوقيت حلقه جديده من برنامجكم زملكاوي. ربنا يوفقنا بكره والانترو بكره في الحفله نهني بعضنا بفوز وثلاث نقاط ان شاء الله يكونوا مستحقين في مباراة منتخبنا الوطني. يلا نشجع مصر ونرجع الشغف مرة تانية زي ما هو موجود دايما. هتوحشوني جدا جدا جدا. تصبحوا على ألف مليون خير وبكرة إن شاء الله يبقى مبسوطين. سلام.